السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شركة فور سيزو للإستيراد. بنقدم لكم حاليا دلوقتي أحدث نسخة نزلت من سامسونج جالاكسي نوت 3 فيرست هاي كوبي بضمان سند الدايود الصناعة لعام 2014. معنا العلبة زي الأصل بالضبط، سامسونج جالاكسي نوت 3. تمام، زي ما عودناكم بتنزل هدايا مع المنتج، سكرين بروتكتور، شاحن سيارة، فليب كفر للموبايل، جل، وآخر هدية قلم ليزر حريري. نفتح علبة الموبايل حاليا دلوقتي. شهادة ضمان سند الدايود الصناعة من الشركة. الموبايل كفر بتاعه جلد زي الأصل، ده القلم بتاعه. نفس الأبعاد زي ما احنا شفنا، مكتوب هنا ميد ان كوريا باي سامسونج، الشريحة ميكرو. نشوف محتوى العلبة مع بعض. بطارية، سماعة نفس الأصلي، وشاحن وصلة يو اس بي، ممكن نركب الكفر. نتأكد ده الكفر أصلي، نتأكد إن الأبعاد واحدة. موبايل حاليا دلوقتي بيفتح سامسونج جالاكسي نوت 3. زي الأصل بالظبط، مفيش أي فرق نهائي. دي بالنسبة للسنسورات الموجودة في الموبايل. سنسور تحريك الشاشة من بعد اوريدي شغال. ممكن نشوف الكاميرا بتاعته. شايفين كاميرا سامسونج، او ممكن نصور مثلا سي الفليب كفر. الكاميرا عالية جدا، 8 ميجا بكسل. فعلا في مالتي ويندو، نقدر نشغل فيديو. نقدر نشغل على الموبايل ونشغل فيديو في نفس الوقت الاتنين مع بعض. نخرج من الفيديو، نشوف برنامج الانتوتو مع بعض، مواصفات الجهاز. الفون اس ام ان 9600 براند سامسونج. البروسيسور بتاعه 265 ميجا هرتز، يعني تقريبا 2.3 كواد كور رباعي النواة. الرام 3 جيجا. الكاميرا بتاعته 8 ميجا بكسل. فيرجن اندرويد بتاعه 4.3. في طبعا سنسور الان شغال، ممكن نريد نكتب القلم على الشاشة عادي خالص. نكتب مثلا 4
ممكن نعمل سكرين شوت. ده الفلاش بتاع الموبايل، ممكن نجرب قوة الفلاش. شي نخليها مثلا 9 مرات. نعرف سرعة الجهاز بالنسبة لتشغيل الألعاب، بدون تظهر سرعة الجهاز. ممكن نشغل لعبة فاستر ريسين. دي لعبة سباقات عربيات، ريزولوشن الشاشة عالية جدا زي ما احنا واخدين بالنا، وهنقدر من اللعبة نحدد سرعة الجهاز قد ايه. اللعبة طبعا شغالة سنسور جي سنسور. اللي ظهر على الشاشة دي هي اللقطة اللي كنت هتعمل ايه عشان أول مرة تتلعب. هي قريبة جدا من لعبة نيد فور سبيد كاربون. طبعا زي ما احنا واخدين بالنا سرعة الجهاز والريزولوشن بتاع الشاشة، مفيش اي تهنيج للعبة. اللعبة مساحتها عالية وبتحتاج امكانيات عالية في الجهاز عشان تشتغل بالسرعة دي. وجي السنسور شغال طبعا كويس زي ما احنا واخدين بالنا. جهاز بتاع العربية ده نايتروس. نخرج من بابا. ممكن ندخل على سوق ليه؟ من سوق بلي نقدر نحمل كل الابليكيشن اللي احنا محتاجينها من ماركت طبعا معروفة سامسونج. ممكن نعرف مكانها عن طريق جي بي اس. تمام، ده مكاننا احنا في مدينة العبور زي ما احنا شايفين كايرو العبور سيتي. ده مقر الشركة. احنا على شارع سلمان الفارسي اللي هو دائري بتاع الحي الاول. ده المدخل الشارع من برا. تمام، بيمشي دايركت ملف مطلع مقر الشركة هنا. ده بالنسبة للطريق. ممكن نشغل لعبة قريبة من لعبة سبوي.
هي الفكرة من الألعاب اللي هو نعرف الريزولوشن بس بتاع الشاشة وسرعة الجهاز. مفروض خالص دي بالنسبة للحاجات اللي احنا سيبنا شغالة دلوقتي، السنوت بنقول الصور الكاميرا بلاي ستور المابس تمام، في تويتر الفايبر صبوي المزرعة سعيدة اليوم السابع واتساب، دي برامج كلها احنا حملناها على الموبايل، فلاش لايت تلسلي سمك فايرفوكس. توم كات أكيد معروفة، نصحى مع بعض، إيه رأيك تبلغ؟ ايه رايك نبلغهم كل واحد يتفرج على الفيديو ويقول رايه في كومنت؟ قصص القرآن الكريم خدنا بنا سرعة تحميل اللعبة انا نشوفها في الموبايل ما في لا مش نصيب نكسب احنا كده نكون عرضنا يعتبر جزء من مميزات الموبايل سامسونج جالاكسي نوت 3 وكده نقدر نخلي التوم كات
كلهم سنة سعيدة لكل أعضائنا الكرام. باي باي. باي باي. باي باي. وإن شاء الله سنة 2014 تكون سنة سعيدة عليكم بإذن الله. وبكده نكون انتهينا من تقديم موبايل سنة 2014 في حفظ أمان الله، وسنة سعيدة على الجميع.